مع الدقايق الأولى لبداية أول أيام السنة الجديدة 2019 هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وأعرب عن أمنياته بأن السلام يعم مصر ويعم العالم كله. وكتبت الصفحة الرسمية للسيد الرئيس على فيسبوك في الساعة الأولى من يوم الثلاث أول أيام 2019: كل عام وجميع المصريين بخير، كل أمنيات الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم. كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة العام الجديد. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام والشعب المصري والعالم أجمع بخير وسلام.